السلام عليكم شباب، يا رب الخير. رمضان كريم عليكم. اسمي دكتور كرار حميد، تدريسي في كلية إدارة واقتصاد جامعة واسط. عندي دكتوراه بالاقتصاد الزراعي من كولورادو ستيت يونيفرسيتي للولايات المتحدة الأمريكية. هذه المحاضرة تخص أكثر من مرحلة، سواء بالاقتصاد أو في إدارة الأعمال. راح نركز هذا الكورس بعد ما أخذنا ويا الطلاب اللي درستهم بالسمستر الراح أشياء نظرية، هسه راح ناخذ أمثلة حقيقية. الأجانب أو الأمريكان يسموها real world examples، يعني أنت اللي تعلمتها بالنظرية بالكورس السابق شلون راح تطبقه. راح ناخذ فد مثال حي وإحنا عندنا موجود، صار بنيويورك سيتي، مدينة نيويورك، عدد هائل من سيارات التاكسي، فبالتالي صار الأجرة، هم هناك عندهم عداد، فصارت الأجرة لكل ميل لكل وحدة مسافة قليلة، لأنه حسب ما نعرف إحنا من يكثر المعروض السعر شو يصير بي؟ السعر يقل، وبالتالي صار عدم استفادة لا لشركات التاكسي اللي موظفة ناس ولا للبيئة، لأن هم يقيسوها من منظورين، منظور اقتصادي ومنظور بيئي، وبالتالي تولد في شيء اسمه environmental economics، الاقتصاد البيئي. فأحد الاقتصاديين ابتكر في شيء اسمه تاكسي ميداليون. هسه راح نعطيكم بهذه المحاضرة فد مثال انه شلون طبقنا نظرية اقتصادية على ارض الواقع. مثل ما قلت لك، من زادت عدد سيارات التاكسي، الدولة ابتكرت في شيء اسمه تاكسي ميداليون، اللي هي عبارة عن باج هذا يثبت على الهود على البنيد، وبالتالي يسمح لك انت كسائق تاكسي تشتغل. فالدولة باعت عدد محدد من ذني الباجات، وبالتالي قل المعروض من سواق التاكسي. يعني مثلا باعوا 100,000 بس، وبالتالي بس 100,000 سيارة لها حق تشتغل، وبالتالي الدولة استفادت، لأنه هي بس مجرد باعتها على مستثمر، والمستثمر صاحب شركة التاكسي، فاستفادت من بيعها لهذه الإجازة وجاها وارد، جاها فلوس. هذا هو التخطيط الصحيح، هاي هي إدارة الدولة بهذا الشكل. فتاكسي ميداليون also known as CPNC certified of public necessity and convenience، يقول transferable permit، يعني هي إجازة قابلة للانتقال، يعني أقدر أنا مثلا أشتري سيارة ثانية أشيل الباج أخلي عليها in the United States بالولايات المتحدة، allowing تسمح لتاكسي كاب سواق التاكسي to drive to operate، يعني تسمح له أن يشتغل سائق تاكسي. يقول several major cities، بعض الدول الكبيرة in the US بأمريكا use this in their taxi licensing system، تستخدم هذه الإجازة بنظامها لإدارة سيارات التاكسي، including نيويورك، بوسطن، كامبريدج أو كامبريدج، شيكاغو، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو. هذه مدن كبيرة، فلازم يصير فد سياسة محددة، وبالتالي استخدم علم الاقتصاد، استخدم النظرية اللي أنا درستها بهذا الشيء. شباب، الدروس اللي احنا راح ناخذها والمحاضرات اللي راح ناخذها راح يصير بها تركيز على المصطلحات اللي باختصاصك. لازم تحفظ المصطلحات باختصاصك. انا ما اريدك تحكي انجليزي فلونتلي بطلاقة، بس على الاقل من تسمع ديماند تعرف شنو، من تسمع سبلاي تعرف شنو، من تعرف مثلا كونسنترينت تعرف شنو، من تعرف من ينعرض عليك مثلا كلمة جروث تعرف شنو. بس يقول the medallion system is a government created international constraint. constraint معناها قيد، راح تاخذوها يمكن بالرياضي. constraint on the supply، يعني تقييد للمعروض of taxi cabs، يعني اقل المعروض، مو مثل انها سنت توقف وتشوف سيارات الصفرة تارس الدنيا، لا، صار تقييد للمعروض constraint on the supply of taxi cabs، سواق التاكسي. And since historically, تاريخياً, cities have increased the number of medallions much more slowly than the growth and demand of taxis. يقول هذه الباجات زادت, increased the number of medallions, زاد عدد الباجات أكثر من الزيادة على الطلب على التاكسيات. demand معناها الطلب.
Medallions have generally been considered a great investment. Investment شنو؟ معناه استثمار. Through recently an increased supply of cars to hire. يقول من زاد عدد الباجات الناس اللي تريد تشتغل تاكسي أقبلت قامت تشتري سيارات حتى تشتري هذا الباج وبالتالي بدأ إقبال على شراء السيارات طبعا لحد معين. يقول وهذا اسم الرايت شير كومبانيز يعني شركات التاكسي has been eroding the value of medallions بدت قيمة هذه الميداليات أو قيمة هذه الباجات تزيد وبالتالي صار بس إذا نحكي على نيويورك سيتي يقول the total value of all medallions and assets related to them يقول القيمة الكلية لهذه الباجات صارت 16.6 بليون صارت 16 مليار بنيويورك ب 2013 يقول in 1962 بال 1962 the market value قيمة هذه الباجات صارت 25 دولار with the price rose steadily يعني صعد بال 2005 individual medallions was around 352,000 صارت هذني الباجات صار 325,000 well a corporate medallions was approximately 357 فما أريد أطول عليكم بس هذا درس انه احنا اخذنا بالنظرية الاقتصادية اكو عرض demand واكو طلب هو supply بس صارت مشكلة اللي هي زاد المعروض من سواق زاد المعروض من التاكسيات استخدموا الاقتصادي نظرية العرض والطلب بتقييد العرض وبالتالي السعر راح يزيد وبالتالي الطلب راح يزيد هذا راح يكون مثال للمحاضرات اللي راح تجي اذا عندكم مقترحات كتبوا لي بحقل الكومنتس باليوتيوب شلون تريدون تطورون المحاضره شو تحبون نضيف وانا جدا اشكركم رمضان كريم مره ثانيه سلام